تحيا سوريا حرة عبية، تحيا سوريا حرة، ما شوفيون تحيا سوريا حرة. أنا رقيب أبو أشادي تلبي من إدارة المخابرات العامة فرع 251 قسم 40. شو هو اللي هم كلفت فيها؟ كلفت من المقدم محمد عبد الله هذا طمع مظاهرة نسائية جانب جامع الأموي، واعتقلت الناشطة السياسية مروة الغميان. Браво!